أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع المتابعين والمشاهدين على قناة المنقل العالمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخصوص على صفحة مكتب السيد أحمد الحسن على الفيسبوك. حياكم الله جميعا. المحاضرة اليوم المحاضرة السابعة إن شاء الله تعالى في الرد على المشككين بولادة ووجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. بدينا بالحلقة الماضية أو المحاضرة الماضية في الدليل الشرعي، القسم الثاني من الدليل الشرعي، وهو الدليل الروائي، يعني الأدلة العامة على ولادة الإمام المهدي ووجود الإمام المهدي عليه السلام. قلنا تنقسم إلى قسمين نذكر بهما: أدلة عقلية وأدلة نقلية. والأدلة النقلية أيضا تقسم إلى قسمين: الأدلة القرآنية والأدلة الروائية. وأخذنا الأدلة القرآنية وبدأنا في الأدلة الروائية في المحاضرة الماضية، ووصلنا إلى الروايات التي تنص على عدم خلو الأرض من إمام أو حجة، وذكرنا الرواية التي يذكرها الشيخ الكليني في كتابه الكافي الجزء الأول صفحة 178. قال بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام. طبعا احنا من نسمع هكذا احاديث وهكذا تأكيدات ان الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام، الروايات عن الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام، تارة روايات نسميها يعني ابتدائية او انشائية، الامام عليه افضل الصلاة والسلام يعني ذكرها او قالها هكذا ارتجالا ابتداء بدون سبب او بدون فعل موجود. واحيانا الروايات تكون ردة فعل على تيار موجود أو على شبهات موجودة. فعندما نرى التأكيد الشديد من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على مسألة الإمامة وأن الأرض لا تخلو من إمام، واضح أنها توحي بأن في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هذه الشبهات كانت على أشدها، يعني كانت منتشرة ومتداولة في المجتمع آنذاك. فلذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يستدلون عليها تارة بالقرآن وتارة بالعقل. فالإمام الباقر الصادق عليه السلام يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، ويعطي العلة، يقول: كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. يعطي الحكمة والسبب من وجود الإمام وأن الأرض لا بد أن يكون فيها إمام، يقول: باعتبار أن البشر إما أن يكونوا كلهم معصومون، كل واحد يعصم نفسه، وإذا كانوا غير معصومين فأكيد سوف ينحرفون عن الصراط المستقيم يمينا أو شمالا، أو سوف يزيدون في الدين أو ينقصون في الدين، فلا بد من إمام. والأول غير صحيح، يعني أن البشر كلهم معصومين، فالثاني متعين وهو أن البشر غير معصومين إلا من عصم الله ونص عليه، فإذا لا بد لهم من عاصم. إحنا بالنسبة أن عندما نذكر هذه الأدلة أيضا خلي يكون واضح عندكم جزاكم الله خير. الآن إحنا وأيضا يكون عند المشاهدين جميعا، الآن إحنا نناقش هؤلاء الذين يقولون بأن الإمامة إمامة الاثنى عشر وبالخصوص إمامة الإمام المهدي عليه السلام غير ثابتة. غير ثابتة عند من؟ يقول عندكم أنتم أيها الشيعة غير ثابتة،
فتارة يكون الكلام شخص يقول لك مثلا لا تستطيع أن تلزمني، لا تستطيع أن تلزمني بما ألتزم به. يعني شلون هسه مثلا يجيك شخص من الديانة المسيحية مثلا، أو يجيك شخص مثلا من المخالفين مثلا من أهل السنة وينكر الإمام، يقول الإمام غير ثابتة عندي، ترى لا، يحاول يصعد الموقف، يقول ليس فقط الإمامة غير ثابتة عندي، الإمامة غير ثابتة عندك أنت بأدلتك، يعني أنت أيها الشيعي إمامة الأئمة عندك وإمامة الإمام المهدي عليه السلام غير ثابتة عندك. وينتقل الحال أنه يريد يلزمنا بما نلتزم به، فالجواب لازم يكون وفق الإشكال الموجود ووفق التحدي الموجود، ولابد أن يحرر أصل النقاش حتى يكون النقاش مثمر. يعني مثلا الآن عندما يجيك ملحد مثلا ويناقشك مثلا بعدد زوجات الرسول، أو يناقشك مثلا بوجود المتعة، أو يناقشك مثلا بالقتال وما إلى ذلك، هذا النقاش عقيم، وهذا النقاش يعني أبدا ما ممكن أن يوصل إلى ثمرة. ليش؟ لأنه إذا تم إثبات الألوهية وتم إثبات النبوة، بعد يكون أفعال النبي وأفعال الإله حجة، فلا بد أن نناقش في المسألة الأصل وبعدين نجي للفرع. أما تناقش بالفرع فهذا يسمونه إن صح التعبير هروب إلى الأمام، واحد يهرب إلى الأمام حتى يتخلص من الإشكالات. فعنده ضعف مثلا، الإلحاد دائما أكو هناك أسئلة مزعجة جدا له، يريد يهرب من عندها حتى ما يبين ضعفه فيهرب إلى الأمام. وكذلك بقية الأديان والمذاهب إذا أرادوا يهربون إلى الأمام يناقشون بالتفاصيل. فإحنا بالنسبة لنا الآن هناك من هو من داخل المذهب أو هو موجود في داخل المذهب ويقول مثلا أن الإمام المهدي، إمامة الإمام المهدي أو وجود الإمام المهدي أو ولاة سلام الله عليه التاريخية غير ثابتة بالأدلة النقلية، وبالتالي هذا أيضا تحدي، تحدي لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام، تحدي لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتارى هناك لا، ناس كانوا في المذهب وخرجوا من المذهب وأيضا يدعون ماذا؟ أنه إحنا طلعنا لأنه ما لقينا أدلة عند الشيعة تثبت إمامته، هاي الإمامة اللي خاصين بها واللي يعني خالفنا الأمة من أجلها وخالفنا كل الفرق الإسلامية وعشنا من أجلها وضحينا من أجلها، طلعت القضية ماكو عليها أدلة، أدلة نقلية ماكو. هذا القسم الثاني اللي هو كان في الشيعة وخرج من الشيعة، والقسم الثالث لا، هو أصلا مو شيعي، سني مسيحي وهابي مثلا، وأيضا يقول أن الإمامة أو إمامة الإمام المهدي عليه السلام إحنا ما يحتاج أصلا يعني نناقشها بموروثنا الروائي وما إلى ذلك، هي أصلا عندكم ما ثابتة، ما ثابتة كتبكم مصادركم الحديث فيها ما ثابتة، يعني فأول مرة ثبتوها عندكم وبعدين حاولوا تصدروها إلى غيركم، أما أنه المسألة ما موجودة عندكم وتحاولون تصدروها فهذا الأمر غير صحيح. فحتى يكون النقاش واضح انه احنا الان نريد نعالج هذه الشبهة، مو بصدد الزام الجميع بما يلتزمون به، هذا الى مقامه والى ابحاثه الخاصة. الان احنا بحثنا اثبات بطلان هذه المزاعم التي سواء كانت هذه المزاعم من داخل المذهب الشيعي او من خارج المذهب الشيعي، ومن خارج المذهب الشيعي سواء كان التاركين للمذهب الشيعي أو الذين هم أصلاً لم يكونوا في المذهب الشيعي. فهذا نقاشنا هو أولاً وبالذات، قد نخرج يعني أو قد نطرح بعض الأدلة التي هي ممكن أن تلزم أيضاً الخصم، لكن على نحو العرف وليس على نحو التأصيل. فعندما نذكر روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو إحنا نريد نبين بطلان المزاعم التي تقول بأن إمامة الإمام المهدي غير ثابتة عند أهل البيت، وأيضاً نريد نبين للمشاهدين الكرام كلهم أنهم عندما يريدون أن يناقشوا هؤلاء يناقشوهم بماذا. يعني أول مرة لابد الخصم أو المناقش أو المختلف معك مثلاً يحرر موقفه،
انت شو تريد؟ تريد اثبت لك الامام المهدي عليه افضل الصلاه والسلام بروايات اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام يعني في داخل المنظومه الشيعيه، او تريد اثبت لك الامام المهدي في خارج المنظومه الشيعيه يعني لاهل العامه مثلا، للمسيح مثلا، لليهود مثلا، للملحدين مثلا؟ كل قسم من هذه الاقسام لها ادلتها ولها مباحثها الخاصه. اما اذا قال لا انه انا اريد اثبت للامام المهدي، انه تثبت لاول مره وعدكم صحيح، الادله قويه موجوده، عقيده يعني او هذا اشكال خطير ولا يمكن التغاضي عنه. ولذلك السيد احمد الحسن عندما راى هذه الامور ووجه بالتصدي لها، هو يعلم عليه السلام يعلم يقينا وواقعا بمدى خطوره هذا الامر، وان الامر مخطط له ويراد منه ضرب المذهب من الداخل. فحتى لو كانت الأدلة واضحة عند الكثير، لكن يحتاج أنه يعرف الكثير من الناس أو كل الناس يعرفون كيف يناقشون هذه الأدلة وكيف يطرحوها وكيف يفصلوها يعني. فوجود المادة لا يستلزم بالضرورة دائما أنه يكون الشخص إذا كان توفر عند المادة هو يقدر أن يناقش بالمادة. النقاش إرادة ترتيب، إرادة تأصيل، إرادة تفريع وهكذا. فالآن عندما نذكر هذه الروايات التي تثبت بأن الأرض لا تخلو من إمامها، وقبلها ذكرنا الآيات القرآنية، وقبلها ذكرنا الأدلة العقلية، معناها شنو؟ معناها أنه سواء كان الإمام المهدي أو غير الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لابد في كل زمان من إمام، وأن الأرض لا تخلو من إمام. حتى لو مثل ما قلنا، حتى لو لا تجد هناك روايات أو هناك روايات ضعيفة في إمام من الأئمة في ولادته في إمامته، لكن هذه الروايات تثبت كما قلنا وكما سيأتي في تحديد المنهج الروائي الصح. أنه المنهج الروائي الصح أن نحاكم الروايات كل واحدة على حدة، أم نحاكمها في موقعها ضمن السياق المعرفي في أي منظومة عقائدية معينة. مثلا عند الشيعة ما ممكن أنا أجي وأفرق، هذا منهج الاستعمار ومنهج كل شخص يريد أن يفتك بنظام معين عندهم، يعني شعار فرق تسود، تريد أنت تسود على هذه العقيدة أو على هذه الطائفة فرقها آحاد راح تسود يعني. أما إذا اجتمعوا فقويهم يشيل ضعيفهم مثل ما يقولون، وضعيفهم يستند على القوي، وبالتالي راح يظهرون بالمظهر الخارجي على أنهم شنو؟ دعامة صلبة ومجموعة قوية. فهذا المنهج إن شاء الله تعالى سوف يأتي التطرق له. فالإمام الصادق عليه السلام يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام. ليش؟ كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. بعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في الكتاب الكافي جزء الأول صفحة 178 يقول، طبعا الروايات متواترة وتعرفوها طلبة العلم والأساتذة، إنه في هذا المجال متواتر اختارينا نماذج جمعتها قليلة وإلا هي متواترة. يقول إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. يعني شو إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل؟ يعني مسألة القول بأن الأرض ممكن أن تخلو من إمام، هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا خدش في تنزيه الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الذين ليل نهار يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان رب العظيم وبحمده، مثلا في الصلاة سبحان ربي الأعلى وبحمده، عندما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يخلي الأرض بدون إمام، هذا خدش في تسبيح الله وفي تنزيه الله وفي تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذه المسألة عندما يقول إن الله أجل وأعظم. منين؟ يقول من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. يعني إذا ترك بغير إمام عادل شنو؟ أكو خدش بجلالة الله سبحانه وتعالى وفي عظمة الله سبحانه وتعالى. وناقشنا هذا الأمر وقلنا شنو؟ أنه ترك الـ 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 الأرض بغير إمام
ما يخلو من أمرين. لو أن الله سبحانه وتعالى ما يحاسب العباد لو يكون ظالم بحسابهم. شلون يعني؟ يعني أنت تترك أمة بلا قائد، وهذه الأمة غير معصومة، ما تعرف الطريق الصح، غير معصومة، ممكن أن تقع في الخطأ. فإما أنه أنت ما تريد معتم تكليف، يلا روحوا أنتم كيفكم، أو كل واحد وحظه، اللي ينجو ينجو، واللي يطيع يطيع، واللي يعصي يعصي، واللي يذنب يذنب، وهكذا. وهذا باطل بالضرورة، باطل بالضرورة عند أهل الأديان. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الصح، ويريد من الناس الخير، ويريد من الناس العدل. الخيار الثاني لا، إنه الله سبحانه وتعالى كلفهم بالطاعة، ما ترك، راد منعتهم الطاعة، وبالتالي إذا راد منعتهم الطاعة وراد منعتهم الصلاح وما خلاهم مصلح وما خلاهم مخلص وما خلاهم إمام، يكون قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، قدح في جلالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يؤكد عليه الإمام الصادق سلام الله، إن الله أجل وأعظم. يعني أنتم اللي تقولون إن الأرض ممكن أن تخلو من إمام، أنتم تقدحون بجلال الله وفي عظمة الله، ما ممكن. يعني تنسبون الله إلى السفه والعياذ بالله، السفه الذي تنزهون عنه أنفسكم، كل واحد ينزه نفسه عن هذا السفه، إنه ما ممكن أن يترك ولو محل صغير في غيابه من مدير عائلته، ما ممكن إذا ما يوصي بهم، وهكذا إذا كان الشركات وأموال. فأنتم تنزهون أنفسكم عن هذا السفه في أدنى مستوياته، فكيف تنسبونه إلى الله سبحانه وتعالى أن يترك البلاد والعباد، ودين الله سبحانه وتعالى يتركهم بلا قيم؟ فالله أجل وأعظم، الإمام الصادق سلام الله. زين، بعد الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 178 وأيضا الصفحة 335 يقول سلام الله تعالى عليه في دعاء أو في خطبة له: اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك. الإمام أيضا يأكد على هذه المسألة، وطبعا الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وهكذا الأئمة كما قلنا حكماء، عندما يؤكدون على أمر يعني شنو؟ يريدون يلقنون الأمة هذا الأمر ويؤكدون لهم، وأيضا يريدون أن يردون على منكر هذا الأمر. حتى أدعيتهم الإمام السجاد سلام الله عليه يعني استغل الأدعية ومثل ما موجود بالصحيفة السجادية لترسيخ دعائم الإيمان التوحيد والعدل والنبوة وإلى آخره. فاللهم الإمام علي عليه السلام يقول في خطبة له: اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك. ما ممكن أنه يخلي الله سبحانه وتعالى الأرض من حجة له على خلقه، ظاهر ليس بالمطاع. وهذا مع الأسف هو حال الحجج، حجج الله سبحانه وتعالى، إلى أن الله سبحانه وتعالى يمكن للقائم من آل محمد على حبه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور. حجج الله بين الأمرين، يعني إما ظاهر غير مطاع مثل حال الأنبياء والمرسلين ولأما عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإما خائف مغمور غير ظاهر، يعني التجأ إلى الغيبة وإلى الابتعاد، وكان يعني أصبح يسمى أنه مغمور يعني غير ظاهر بسبب الخوف من الأعداء وبسبب قلة الناصر. فاللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع وخائف مغمور، كي لا تبطل حججك ولا يضل أولياؤك. يعني الله سبحانه وتعالى حتى هذا الإمام المخلي وما ظاهر خائف ومغمور، هو هذا راح يثبت حجة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن يوم القيامة إذا ما موجود هذا الشخص راح الناس يقولوا له: يا رب ما مخلينا إمام أنت، بس إذا يطلع لهم هذا الشخص صار له كذا مئة من السنين مثلا وغائب وموجود وبسببهم، يعني لو كان هم أهل للنصرة كان ظهر لهم وقادهم، يعني فراح يحتج به على الأمة. هذا فضلا عن غض النظر عن النقاش في تعلق الوجود كله بالإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ربما يأتي الإشارة إليه.
بعد الإمام علي عليه السلام يقول ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم وكم. هذول قليلين الإمام سلام الله عليه يعني يتعجب من قلتهم من وجودهم، يقول بل أين هم وكم أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله جل ذكره قدرا المتبعون لقادة الدين الأئمة الهادين إلى آخر كلام الإمام سلام الله عليه. ننتقل بعد إلى حديث آخر أيضا عن الكهف الجزء الأول صفحة 198 عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن العبد الصالح عليه السلام قال إن الحجة عبد الصالح كاظم الله سلام الله إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف أو حتى يعرف أو في بعض النسخ حق يعرف أو حي يعرف، هذا الاختلاف ما راح نناقش الآن. ما حد شاهدنا إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، يعني هذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء صفحة 165 قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، يعني رسلا مبشرين ومنذرين ليش سبب؟ يقول حتى ما يكون للناس على الله حجة، إذا الله ما بعث الرسل والحجج يوم القيامة شنو الناس تحتاج على الله سبحانه وتعالى يكون لهم حجة على الله، فالله يقطع عذرهم يرسل الأنبياء والرسل والحجج. فهنا الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، يعني إذا الإمام موجود أكو حجة، إذا الإمام ما موجود شنو أكو حجة لو ماكو حجة؟ ماكو حجة. ولذلك اللي يريدون ينكرون ولادة الإمام المهدي أو وجود الإمام المهدي عليه السلام بعد الحسن العسكري، السؤال يوجه لهم هكذا، أقول الله حجة من الغيبة الكبرى كلها وإلى الآن يعني أكثر من 1000 سنة، أكو الله سبحانه وتعالى حجة على الناس لو ماكو حجة على الناس؟ الحجة يعني شنو؟ يعني وجوب تكليف مو الإمام يعني. فإذا قالوا أكو حجة نقولهم الإمام يقول لا تقوم حجة لله سبحانه وتعالى إلا بإمام، إذا قالوا ماكو حجة فخرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما بها مجال، الأمر ما يتثلث يعني، لو أكو حجة لو ماكو حجة، أكو حجة لله على الناس يعني أكو تكليف فلا بد أن يكون هناك إمام، إذا ما كان هناك إمام شنو الحجة؟ تكون للناس على الله سبحانه وتعالى. وبذلك بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام يعني وجود الإمام المهدي ضرورة، ما ممكن ضرورة، يعني الأمر مو يتعلق فقط بالمذهب، الأمر يتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى ينسحب على جلال الله وعلى عظمة الله كما يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير الإمام العادل، أجل الله سبحانه وتعالى، يعني إذا تركها بغير الإمام العادل يعني شنو؟ أدخلش في حكمة الله في جلال الله في عظمة الله والعياذ بالله وحاشاه. هذه الأدلة الروائية العامة، هناك أدلة فيها شيء من الخصوصية بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا تذكر في الأدلة العامة، الأدلة التي تنص على أن الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة. طبعا عندنا روايات كثيرة، أنا فقط أحصيت منها 15 رواية، أذكر بعضها كم رواية لأنه ما أريد نطول بها، وموجودة في الكتب المعتمدة روايات متواترة تنص على أنه الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة. أقرأ من عندها مثلا عن المفضل بن عمر يقول سألته يعني سأل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، فقال عليه السلام يعني بذلك الإمامة، وجعلها كلمة باقية في عقبه عقب الحسين عليه السلام، يقول هي الإمامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم،
الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة. أيضا في رواية أخرى عن الإمام الصادق جعلها كلمة باقية في عقبه، يقول هي الإمامة جعلها الله عز وجل في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. الروايات كثيرة كما قلت 15 رواية فقط أحصيتها على نحو السرعة تنص على هذا الأمر. زين هاي شنو ربطها؟ شنو ربطها بمسألة إثبات الإمام المهدي عليه السلام؟ شنو ربطها بإثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر؟ شنو ربطها بإثبات الإمامة عموما؟ يعني عندما تؤكد هذه الروايات على أن الإمامة مستمرة، وهي تفسير قوله تعالى وتفسير قوله تعالى إن وجعلها كلمة باقية في عقبه، يقول هي الإمامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة. فمعنى باقية يعني غير منقطعة، وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني باقية يعني غير منقطعة، لو كانت منقطعة لما كانت باقية. ولذلك الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام يسمونه شنو؟ بقية الله. يعني غير لو كان له انقطاع لما سمي بقية الله في أرضه. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يقول هي الإمامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة. لو كان من بعد الإمام الحسن العسكري لا يوجد هناك إمام يعني أكثر من 1000 سنة، تصدق هذه الروايات وجعلها كلمة باقية في عقبه أو جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة؟ لا، تكون منقطعة غير باقية. والمفروض مفروض هذه الروايات ونص الروايات أنها باقية، يعني شدل على أنه لابد من بعد الحسن العسكري عليه السلام من إمام ومن حجة، ولا يمكن أن يخرج الإمام الحسن العسكري من هذه الحياة الدنيا ولا يوجد له وصي ولا يوجد له إمام. ليش؟ لأنه لو خليت الأرض من الإمام ساعة لما جت بأهلها، ولأنها الإمامة كلمة باقية في عقب الحسين، ولو انقطعت بعد الحسن العسكري لما كانت باقية ولا كانت منقطعة. إذن هذه الروايات تصلح كأدلة عامة التي تقول أن الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة، تصلح كأدلة عامة تثبت إمامة الإمام المهدي عليه السلام بعد الحسن العسكري بلا فصل. التأكيد على الفصل، والذين يقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه يقول لك يولد، نعم يولد، يوجد بعده يعني في آخر الزمان، يعني بعد مثل ما يقول بعضهم 1,000,000 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة يولد، يعني يوجد. لا، احنا نقول انه بلا فصل الإمام المهدي عليه السلام لابد ان يوجد بعد الحسن العسكري بلا فصل. الدليل شنو؟ الدليل هذه الآيات القرآنية وهذه الروايات التي ذكرناها، وبالخصوص هذه الروايات التي تقول ان الإمامة في عقب الحسين مستمرة الى يوم القيامة. فإذا كان هناك انقطاع لا تكون مستمرة. بعد عندنا طائفة أيضا من الروايات، هذه الروايات أيضا متواترة تنص على أن الإمام أو الحجة لا يموت حتى يترك من ولده أو من عقبه أو أهله من يعلم مثل علمه، أي حتى يترك من ولده إماما وحجة وخليفة. يعني عندنا روايات تقول أنه ما من إمام يموت حتى يكون إذا هناك ولد، هذا الولد حج. جيد، محل الاستدلال شنو هذا المسألة؟ طيب كل إمام من تحضر الوفاة أو قبل لا تحضر الوفاة عنده ولد، شنو استدلالنا على إثبات الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ استدلالنا أحبتي أنه الإمام الحسن العسكري إمام لو مو إمام، عندنا إحنا كشيعة وإحنا الآن في طور مقام شنو؟ إثبات بطلان مزاعم الذين يقولون بأن الشيعة غير ثابتهم ولادة الإمام المهدي ولا وجود الإمام المهدي ولا إمامة الإمام المهدي عليه السلام في الغيب الكبرى. الإمام الحسن العسكري إمام لو إمام إمام، فإذن تنطبق على هذه الروايات التي تقول ما من إمام عندما يموت حتى يترك من ولده أو من أهله إماما حجة على الناس. نذكر بعض هذه الروايات. عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا حمزة، عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا حمزة إن الأرض لن تخلو إلا وفيها منا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عالم إن زاد الناس قال قد زادوا، إذا الناس زادوا دين الله قالهم زدتوا بدين الله سبحانه وتعالى، وإن نقصوا قال قد نقصوا حتى يقيم الحج عليهم.
ولن يخرج الله ذلك العالم، أي عالم من عندنا أهل البيت، يقول لن يخرج الله ذلك العالم حتى يرى في ولده أو في ولده من يعلم مثل علمه. يعني الله سبحانه وتعالى ما يتوفى وما يخرج من الحياة الدنيا حتى يرى في ولده مثله ويعلم علمه، يعني شنو؟ يعني إمام. بعد أيضا عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد. كانوا طبعا شيعة الأئمة وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، القصص موجودة، دائما يسألون عن الولد للأئمة، وخصوصا إذا مثلا كبروا بالعمر وكذا فيجون يقلقون على المسألة، يعني هسه ضعف إيمان حرص ما أدري، يعني كون يردون تأكدون منه الإمام إلى ذرية إلى عقب إلى يعني ولد من بعدي سوف يكون إماما، والشيعة لا تبقى بدون إمام. فيقول له عقبة بن جعفر، يقول للإمام رضى عليه السلام: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد. ما قاعد أشوف لك ولد، يعني ما قاعد أشوف لك ذرية. فقال: يا عقبة بن جعفر، إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده. يأكد للإمام عليه السلام ويحاول يطمئنه وينفي الشبهة اللي موجودة بذهنه أو ذهن غيره، يقول له: لا تحزن، لا تقلق، لا تهتم، ترى الإمام ما ممكن أن يخرج من هذه الحياة الدنيا حتى يرى ولده من بعده، لابد أن يكون إلى وصف زين. بعد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال في عقب الحسين عليه السلام: فلم يزل هذا الأمر منذ أفضي إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد، ينتقل هذه الإمامة من كابر إلى صاغر، لا يرجع إلى أخ أو عم، لا يرجع إلى أخ وعم، ولم يعلم أحد منهم إلا وله ولد. ماكو واحد من الأئمة علمت إمامته، عرفت إمامته إلا وله ولد من ذريته. روايات كثيرة، أذكر آخر رواية إن شاء الله تعالى، وهن عندي هنا فقط اللي ذاكرهم 9 روايات. عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يمضي الإمام وليس له عقب؟ يعني ممكن، وهذا مثل ما قلت يأكد على أن هناك قلق عند الشيعة في كل إمام، في عصر كل إمام، خاف الإمام يروح، خاف ما مخلي ولد أو ماذا، يمضي الإمام، أو قد يكون سؤال إعلامي يعني يريد يثبت حجة وينفي شبهة عند بعض الجلساء الموجودين أو بعض الناس أو بعض المعاصرين، يمضي الإمام وليس له عقب؟ قال: لا يكون ذلك الإمام سلام الله عليه الصادق. قلت: فيكون ماذا إذا لا يكون ذلك؟ ماذا يكون؟ قال: لا يكون ذلك إلا أن يغضب الله عز وجل على خلقه فيعاجلهم. ما بها مجال، يعني لو الخلق الله سبحانه وتعالى يعاجلهم ويفنيهم بالعذاب، لو إذا لا موجودين لابد أنه الإمام قبل لا يخرج من حياة الدنيا لابد أن يخلي له شنو، يكون إلى حجة. مثل ما قلنا هذه الروايات الاستدلال عليها عندما تأتينا روايات متواترة، وطبعا الخطاب موجه إلمه بالخصوص هؤلاء الذين يقولون بأن احنا الشيعة ما ثابت عندنا ولادة الإمام المهدي أو وجود الإمام المهدي عليه السلام، يعني ربما لا يثبت إلا من طريق آخر روحاني أو عرفاني أو ما شابه. نقول: ماذا تفعلون بهذه الروايات وهذه الفئات المتعددة التي إن جمعنا الروايات فيها تبلغ المئات، تنص على أن الأرض لا تخلو من حجة، لا تخلو من هادي، لا تخلو من إمام، كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة، يعني في عقب الحسين عليه السلام، الإمام لا يمضي حتى يترك من عقبه مثل أو من يعلم علمه حجة على الناس. فإما أن تنكرون إمامة الإمام الحسن العسكري وهذا تخرجون عن تشيع، وإما إذا أقررتم بأن الإمام الحسن العسكري حجة فهذه أحاديث تنطبق عليه. يعني شنو؟ يعني لابد أن يترك ولد. تقول أكو استثناء، أنطيني الاستثناء. أكو تقييد، أكو تخصيص لهذه الروايات مثلا أن الحسن العسكري خارج عن هذه الروايات، مستثنى من هذه الروايات وانطباقها عليه مثلا، تنطبق على الأئمة هكذا من الإمام علي عليه السلام إلى الباقر والصادق والكاظم وهكذا حتى الحسن، حتى الإمام علي الهادي الحسن العسكري ما مشمول.
يعني ممكن أن يموت وما يخلي ولد، ما يترك ولد، هذا يحتاج إلى دليل، دليل قطعي، دليل قطعي يقاوم، يقاوم هذه الأدلة القطعية. بل هذا يعني هذا الزعم باطل بالضرورة، لأنه إن قلنا به كما قدمنا في المحاضرات الماضية، إن قلنا به نسفنا مذهب الإمامة، لأن مذهب الإمام سموا إمامية لماذا؟ لأنهم يقولون أن الأرض لا تخلو من إمام أبدا، في قبال ماذا؟ في قبال الذين يقولون ممكن أن الأرض تخلو من إمام من الله، وإلا أن الأرض تخلو من إمام منهم من تنصيب من عندهم، لا، أيضا يقولون بوجوب الإمامة. فهذه الروايات أحبتي جزاكم الله خير ممكن استخدامها، بل هي دليل قوي جدا على إثبات إمامة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنها تثبت أن كل إمام لا بد أن لا يخرج من هذه حياة الدنيا حتى يترك إماما من بعده. والإمام الحسن العسكري هذه المقدمة الثانية، والإمام الحسن العسكري إمام كما يقول المناطقة، فإذن لا بد أنه عندما توفي هناك له ولد حجة من بعده على الخلق. بعد عندنا أكو روايات يذكرها البخاري ومسلم في صحيحه، وأيضا البخاري في صحيحه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا الأمر شنو؟ أمر الخلافة وأمر الإمامة. وأيضا مسلم في صحيحه أيضا عن عبد الله بن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا يذكرنا الحديث اللي ذكره البخاري ومسلم، يذكرنا بروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن لو كان في الأرض اثنان لكان أحدهما الحجة، ما بيها مجال. هذا تأكيد، خاف واحد ينقدح بذهنه إنه مسألة الإمامة ممكن أن تخلو من هالأرض، يعني إذا بقي قليل من الناس مثلا، أو قليل من المؤمنين والبقية كلها كفار مثلا، أو ممكن في حالة من الحالات يمكن استثناء. لا، إما عليهم أفضل الصلاة والسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى في حياته أراد أن ينهي هذه الفتنة، ويؤكد على أنه ما ممكن لو بقي من الناس اثنان، حتى لو بس اثنين في الأرض، واحد منعتهم الحجة والثاني محجوج، ما ممكن أن تستقيم المسألة. لأن أيضا نقول هؤلاء الاثنان إما أن يكون مكلفون من الله سبحانه وتعالى أو غير مكلفون. إذا كانوا مكلفون إما اثنينهم معصومين أو واحد، أو لا، واحد منعتهم معصوم. فإذا كان واحد منعتهم معصوم والثاني ما معصوم، لابد أن يقتدر بالمعصوم حتى يكون، ولا ما ممكن الله سبحانه وتعالى يكلف الناس ناس غير معصومة، يكلفها بالسير على الصراط المستقيم بدون أن يبين لها الحق من الباطل، لأنه راح تحتاج على الله سبحانه وتعالى أنه أنت ما بينت لنا الحق من الباطل. فهنا لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم يسمونه متفق عليه عند أبناء العامة أو أهل السنة، إذا مسلم والبخاري أخرجوا حديث يسمونه متفق عليه، يعني متفق عليه بين البخاري ومسلم، ويعتبر قطعي الصدور عند الأغلب أو عند المشهور، باعتبار يعني هناك الغالبية أو المشهور أن إذا أخرج واحد منهم البخاري هو قطعي الصدور، فكيف إذا أخرج مسلم والبخاري؟ وهذا تفصيل يأتي في محل مسألة مناهجهم وأقوالهم واختلافهم بها. بعد شعدنا بهذا الحديث اللي يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم راد يثبت أمرين ما منهم مخرج نهائيا، يعني لأنه الآن إحنا مسألة حجية هذين الحديثين أو هذا الحديث أو هذا المضمون ثابتة على أهل السنة باعتبار البخاري ومسلم أخرجوه، وأيضا غيرهم من المسانيد والسنن أخرجوه كتبه المعتمدة. يبقى الكلام في الدلالة، شنو يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شنو يريد يبين؟ أول شيء مثل ما قلنا يريد يبين أنه مسألة الإمامة ضرورة ما ممكن أن تخلو من الأرض حتى لو بقوا اثنين. المسألة الثانية اللي يريد يبينها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه الإمامة مستمرة في قريش، ما ممكن أن تطلع أو تخرج من قريش، يعني ما ممكن أن يجي إمام ويقول أنا إمام
ومرضي من قبل الله سبحانه وتعالى وواجب على الناس الطيعة وهو مو قرش. لا بد يكون قريش من قريش. زين إذا كان من قريش وأيضا هناك تفاصيل حتى عند صاحب ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيرها من الشروحات يذكرون الأقوال، واللي يطلع على أقوالهم وشروحاتهم يتبين له أنهم واقعين في حرج أي ما حرج من هذا الحديث، لأنه الإمامة خرجت عن قريش عدهم، حتى لو تنزلنا وقلنا بالخلافة اللي موجودة خرجت للمماليك وخرجت للعثمانيين، والآن ما شاء الله يعني المسألة لمن هب ودب ولمن غلب عليها العدوين. لو قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يصدق، لو لا العقائد الموجودة الآن باطلة اللي تقول إن الإمامة ممكن أن تخرج من قريش، أو الذين يعتقدون ويطيعون الأئمة الغير يعني الذين ليسوا من قريش ولا يرجعون إلى قريش، هؤلاء يعني عقيدتهم باطلة وفي ضلال ومخالفين لما أرساه وبينه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن المذهب الحق إذا كان هناك مذهب حق فهو المذهب الذي يقول بإمامة واستمرار الإمامة في قريش إلى يوم القيامة على وفق هذه الروايات الموجودة في كتب أبناء العامة وفي كتب أهل السنة وفي أصح الكتب في صحيح مسلم والبخاري. فإذا لا بد أن تستمر الإمامة في الأرض ولا بد أن تكون في قريش، إذا كانت في غير قريش يعني هي باطلة. وبالتالي أي واحد حتى لو استطاع أن يقول أن إمامي الأول مثلا الخليفة الأول الخليفة الثاني الخليفة الثالث مثلا وهكذا، حتى لو وصلها المعاوية وحتى لو وصلها يزيد مثل قريش، بعدين طلعت الإمامة من قريش، حتى لو يعني خلص الأمر من الأمويين والعباسيين استمرت الإمامة في قريش، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، حتى لو اثنين سادة موجودين. على اللفظ الآخر لفظ مسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، حتى لو بس اثنين من الناس باقين واحد منهم قرشي يكون إمام والثاني مأموم، ما بها مجال يعني. فهذا أيضا يثبت لنا الإمامة ويثبت لنا إمامة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الآن المذهب القائل باستمرار الإمامة في قريش وفعلا ثبت على أرض الواقع كعقيدة ومتمسك بها هو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المذهب الإمامي، أما غيرهم لا فخرجت إمامتهم عن قريش. بعد نصل إلى حديث مهم جدا، بعد شوية عندنا وقت سيد خلصنا؟ خير إن شاء الله تعالى، إذا كان هناك أسئلة نكون بخدمتكم، إذا ماكو أسئلة حتى نختم، ماكو أسئلة نختم إن شاء الله تعالى. وقبل أن نختم أنا أحب أن أشكركم جزاكم الله خير وأشكر كل من حضر، وإن شاء الله تعالى تكون في ميزان حسناتكم، لأنه بهذا المحفل إحنا مجتمعين حتى ندافع عن حجة الله وبقية الله في أرضه، ندافع عن من؟ عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي كل نفس نتنفسه فضلة وكل لحظة نعيشها هي فضلة، واللي إلى فضل علينا وعلى كل الأجيال وعلى الأمة إلى يوم القيامة، مثل ما يقول مغرقنا فضل سلام الله عليه وعلى آبائه وأجداده. فإن شاء الله تعالى تكون في ميزان حسناتكم وحضوركم مشهود عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكة الله وعند الأمة وعند فاطمة الزهراء عليه السلام، وأنتم تحضرون إن شاء الله تعالى وتشاركون وتكونون على الأقل كل واحد من عندنا يكون سوادة في محفل هو يدافع عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، والآن ما أقل المدافعين عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى استدعى الأمر أنه السيد أحمد الحسن يعني يتدخل بنفسه وينبه على هذا الأمر ويوجه أنه لا بد من التصدي في الدفاع عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وإثبات حجيته. وهذا الأمر لا يتصور أحد أنه هو أمر هين أو أمر سهل، لا هو أمر أراد هناك بعض الجهات أن تضرب الدين في الصميم، ويعني أرادوا أن يبعد الأمة عن إمامها حتى تكون الأمة تائهة وحتى يسهل استغلالها من كل جهة أو من كل شخص. فإن شاء الله تعالى سأل الله منا ومنكم القبول، يتقبل أعمالنا ويخلص نياتنا إليه ويجعلها في ميزان حسناته
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على